مشاهدينا الكرام، أهلا بكم فيما وراء الحدث. نخصصه اليوم لمناقشة المكاسب التي حققتها الدبلوماسية المغربية في السنوات الأخيرة. يسعدنا كثيرا أن يكون معنا اليوم الدكتور أحمد الدرداري، وهو رئيس المركز الدولي لرصد الأزمات واستشراف السياسات وأستاذ بكلية الحقوق بتطوان. كما نسعد باستضافة الدكتور عبد الفتاح نعوم، وهو باحث في العلوم السياسية والقضايا الدولية من الرباط. ونسعد باستضافة الدكتور عادل فرش، وهو مدير المرصد الدولي للدراسات والبحوث الجيوسياسية والجيوستراتيجية من الجديدة. أهلا وسهلا بكم جميعا. أبدأ معكم دكتور درداري، مساء الخير. نقول دوما إن الدبلوماسية المغربية تغيرت، عادت هجومية أكثر، تأخذ روح المبادرة كذلك. متى كانت نقطة الانعراج بالضبط؟ مساء الخير أستاذة جوهرة، وأهلا وسهلا بالضيفين الكريمين. بالنسبة للسؤال المطروح، هو سؤال جدي ومنطقي، يعني متى انطلقت الدبلوماسية الجديدة المغربية وكيف بدأت؟ طبيعة الحال المغرب كان قبل مغرب الأمس، ليس هو مغرب اليوم. فالمغرب أحدث ثورة في السياسة الخارجية وفي دبلوماسيته على المستوى الدولي، فقد استنهض كل قدراته وأرصدته ومكانته وما يفرض عليه القانون الدولي والسيادة الوطنية من تحرك على المستوى الدولي، بحيث أنه منذ تولي جلالة الملك محمد السادس العرش 1999 تغيرت يعني خريطة المغرب الدولية، وأعاد المغرب مراجعة علاقاته الدولية، فانتقل من دبلوماسية الدفاع إلى دبلوماسية الهجوم التي لم تقم على الاتكالية وعلى الانتظارية، بينما قامت على يعني المبادرة وعلى القدرة التي يمكن أن يسمح بها القانون الدولي، بدلا من أن ينتظر وساطات وأن ينتظر من الدول بأن تعطيه شيئا، بادر هو للدفاع عن نفسه وقام بالترافع عن نفسه وعن قضاياه. فالدبلوماسية المغربية يعني انطلاقا من ترصيد المكاسب وانطلاقا من استغلال الأرصدة التاريخية للدبلوماسية المغربية، وبهذه المناسبة أي بمناسبة اليوم الوطني للدبلوماسية، يمكن القول على أن المغرب مغرب الأمس ليس هو مغرب اليوم. فالمدرسة المغربية الدبلوماسية المغربية برهنت واستدلت وأقنعت العالم بأنها موجودة في الساحة الدولية، وأنها قادرة على الترافع وعلى التعاطي بحنكة وبحكمة وبجدية وبمعقولية مع القضايا المطروحة، سواء كانت تهم المغرب أو تهم المجتمع الدولي. فالمغرب اليوم خرج من دائرة الهزائم ودخل إلى دائرة الانتصارات، وألحق يعني عن طريق دبلوماسيته الراقية ألحق يعني الهزيمة بالخصوم، وراكم كثير من الانتصارات انطلاقا من لا سيما الفترة الأخيرة انطلاقا من الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وأيضا انطلاقا من عودته للاتحاد الإفريقي 2017. والمواقف والقرارات المغربية الراسخة على المستوى الدولي تبين على أن المملكة المغربية اليوم يعتمد عليها في مقاربة القضايا والنزاعات. واليوم فالمغرب موجود بين 40 دولة التي اجتمعت بعاصمة أو بدولة بألمانيا لتدارس الوضعية التي وصلت إليها أوكرانيا، بمعنى أنه حاضر من خارج الحلف الأطلسي، وأن التراكمات التي توجد عند المغرب أصبحت اليوم كافية ليحضر بشرف في المحافل الدبلوماسية. فحتى النجاح وإن كانت له ضريبة، لكن المغرب تحمل ضريبة النجاح وتحول من دولة يعني كانت تنتظر شيئا ما يأتي من الغرب إلى دولة مبادرة، يعني حاول المغرب أن يدافع عن كل قضاياه، بحيث أن المغرب ولله الحمد يتوفر على ملك يعتبر معهدا لإصدار القيم الدبلوماسية. طيب، نعود لاحقا بالتفصيل إلى هذه المكاسب. دكتور نعوم، مساء الخير، أهلا بك. تحدث الدكتور درداري عن هذا الانعطاف في الدبلوماسية المغربية. ما هي المبررات التي كانت تدعو إلى هذا التغيير وأن تصبح الدبلوماسية هجومية أكثر، مبادرة أكثر، تأخذ كذلك بالأسباب وتعامل الآخر الند بالند؟ اهلا وسهلا بك وبضيوفك الكرام. انا في تقديري لا اتبنى هذا يعني التقسيم او هذا التوصيف ان الدبلوماسيه المغربيه انتقلت من الدفاع الى الهجوم او هذه العبارات من هذا النوع، لانه في الحقيقه انظر الى المساله بطريقه ربما على منحى اخر. الدبلوماسيه المغربيه روحها التي تتمثل في الوقوف بكل صلابه حينما تمس ثوابت المملكة، هذه بدأت منذ أيام المغفور له محمد الخامس، حينما يعني ثار في وجه فرنسا، وحينما أحدث يعني حدثا تاريخيا عظيما مع حدث يعني ثورة الملك والشعب
العام 53 حينما تجاوزت فرنسا كل الخطوط الحمراء وقامت يعني توسع في تأويل الاتفاق الذي كان بينها وبين المغرب. منذ إذن الدبلوماسية المغربية حينما تمس الملكية أو الدين الإسلامي أو الوحدة الترابية المغربية تذهب إلى نهاية الشوط، يعني هذا كان دائما ملازما، سلوك ملازم للدبلوماسية المغربية. طيب أنت بهذا السياق كيف تفهم عندما يتحدث الخطاب الرسمي المغربي ويقول إن مغرب الأمس ليس مغرب اليوم؟ الحديث هنا عن ليس عن هجوم أو عن المغرب، دائما كان صلبا في الدفاع عن ثوابته، لكن الفرق هو أنه غير أسلوبه فيما يتعلق بمجموعة من العناصر. مثلا كان المغرب في الماضي حينما يتعلق الأمر بالبس بثوابته أو يعني حينما يدخل الخصوم الوحدة الترابية المغربية أو ما إلى ذلك على الخط في مكان ما في فضاء دبلوماسي معين، كان المغرب ينسحب كما حدث في العام 84. لكن الذي تغير هو أنه المغرب أصبح يرفض مثلا سياسة الكرسي الفارغ، أصبح يتعامل بمنطق أنه ينبغي التواجد وتكثيف الحضور في أي مكان وتنويع الشركاء والشراكات وفصل الملفات عن بعضها. هذه أساليب دبلوماسية معاصرة جربت على مستوى مساحات دبلوماسية أخرى وأعطت أكلها. أيضا جرب أنه حينما يتغاضى أو حينما يعني لا يجد مجالا للعمل في الآليات الجماعية يركز على العمل الثنائي، وهذا جرب في الفضاء الإفريقي وأعطى أكله وغير وجهات نظر دول كثيرة فيما يتعلق بمجموعة من القضايا. لكن الذي تغير في هذه المرحلة التي نتكلم فيها الآن في هذا السياق الحالي المعاصر راهن هو أنه الميزان القوى الإقليمي والدولي بدوره تغير، والمغرب راكم عناصر قوة تتعلق بميزانه الاقتصادي وبمعادلته الداخلية وبجبهته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية الداخلية. مجموعة من الأمور التي تغيرت جعلت مغرب الأمس الذي كان تتعامل معه مجموعة من القوى التي كانت تستعمل المغرب في الماضي وتناكف وتناور وتحاول أن يعني تناوش المغرب في وحدته الترابية، هذا تغير. الذي تغير وجعل المغرب يتغير على المستوى الداخلي بعناصر قوة جديدة، أيضا الميزان الإقليمي تغير. أوروبا التي تتكلم اليوم ليست هي أوروبا الأمس التي كانت القوة الصاعدة الإقليمية والتكتل الاقتصادي الإقليمي. التحولات التي يعني تتعلق بقوة صاعدة بتحولات حتى داخل القارة الإفريقية، القضايا والملفات التي يوجد الآن والتي أثبت المغرب أنه بأسلوبه قادر على إدارتها والوقف في وجهها، مثلا ما يتعلق بموضوع الإرهاب فيما يتعلق بموضوع البيئة فيما يتعلق بموضوع الهجرة، هذا الذي يعكس كله أن مغرب الأمس ليس هو مغرب اليوم بهذه سلة القضايا والمواضيع. وبالتالي السياسة المغربية نعتقد ثوابتها هي روحها وجوهرها بقيه وعلى عاله. وقال جلالة الملك أنه المغرب في يوم مثلا من الأيام لم يفاوض على صحرائه، بل كان دائما يفاوض على الطرق التي يمكن الانتهاء بها إلى حل هذا النزاع المفتعل. هذا المساحة أو هذا يعني التصنيف هو يعني أن المغرب دائما كان مرنا في تبديل وتطوير الأساليب. مثلا إذا أخذنا بعين الاعتبار منذ العام 91 تغير أسلوب الدبلوماسية المغربية كثيرا في المناورة، مناورة الخصوم على المستوى الدبلوماسي من أجل إيجاد حل لهذا النزاع المفتعل. لكن الثوابت بقيت هي دائما المغرب حينما تمس ثوابته يكون هجوميا، يعني منذ الأزل هذا يعني ثابت وسيبقى إلى الأبد. طيب لنسمع إلى رأي الدكتور عادل فرج، كيف تنظر إلى الأمور دكتور؟ مساء الخير أولا. مساء الخير أستاذة، ومساء الخير للضيوف الكرام، ومساء الخير للمشاهد. يجب أن نميز فيما يتعلق بالحقبة الدبلوماسية ما بين حقبتين. حقبة الحسن الثاني كانت لها إكراهات معينة، حقبة محمد السادس نصره الله بعيدة وضع رؤية أولا استراتيجية للدبلوماسية المغربية فكريا، وهناك خطة استراتيجية وهناك تدبير إداري استراتيجي محترف. فيما يتعلق بالرؤية الفكرية يمكن الرجوع أو البحث في العمل العلمي الذي أنجزه أمير المؤمنين صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بتاريخ 1985 حينما قام بتحليل التعاون، وكان موضوع الإجازة، حينما قام بتحليل التعاون العربي الإفريقي وأشار في الفصل التالي إلى الهاجس، أي كيف يمكن للمملكة المغربية أن تكون لها استراتيجية دولية لتأكيد هذه التحالفات، وخاصة في الفصل الثاني من هذا العمل العلمي داخل الجامعة المغربية التي ننتمي بالافتخار إليها، التي نفتخر بالانتماء إليها. أكد صاحب الجلالة في الفصل الثاني أنه هناك إشكالية التضامن، ما تقوم به الآن الدبلوماسية المغربية في تكريس وترسيخ التعاون على المستوى الإفريقي أو على المستوى الأوروبي أو على مستوى جميع القارات، إذن ما هو إلا تحصيل حاصل. هذه أولا. النقطة الثانية هذا فيما يتعلق في الاتحاد الإفريقي في علاقته بالعالم العربي.
النقطة الثانية فيما يتعلق بالعمل العلمي الثاني الذي تقدم به صاحب جلالة نصر الله وإياه فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي ما بين الاتحاد الأوروبي ودول المغرب العربي، حين عندما أشار إلى انعدام التوازن في التكتلات والعلاقات ما بين هذين القطبين، وناقش من خلاله مجموعة من القضايا التي تعتبر قضايا مشتركة، مثال ذلك مثلاً اتفاقية الصيد البحري، مثال الإسلام السياسي. إذن مفهوم التضامن، مفهوم توسيع العلاقات ومفهوم التكتلات هو نتيجة رؤية فكرية متبصرة لأمير المؤمنين صاحب جلال نصر الله وإياه. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية أن قوة الدبلوماسية المغربية ليست اعتباطية، بل هي مبنية على قراءة لمعظم التحولات التي وقعت والتي ستقع مستقبليا من خلال بلورة خطة استراتيجية تعتمد مجموعة من المبادئ، من بيناتها هذه المبادئ تتناسب شيئا ما مع ميثاق هيئة الأمم المتحدة فيما يتعلق بحسن الجوار، فيما يتعلق بثقافة رابح رابح، تعاون جنوب جنوب. بمعنى آخر أن الدبلوماسية الملكية أصبحت لها عقيدة دبلوماسية، وحينما تكون عقيدة معينة بمعنى آخر أن الرؤية أصبحت واضحة. هذه النقطة الثانية، هناك رؤية فكرية استراتيجية للدبلوماسية الملكية، هناك خطة استراتيجية، وهناك جهاز إداري. وبالمناسبة ذكرى 66 نفتخر بالعمل الدبلوماسي التي تقوم به جميع الأجهزة، سواء دبلوماسية معلنة أو دبلوماسية غير معلنة أو دبلوماسية الموازنين، المهم جميع أشكال الدبلوماسية. إذن هذا التناسق وهذا التجانس ما بين رؤية فكرية وما بين خطة استراتيجية وما بين رؤية تدبيرية هي التي منحت المغرب مكانة دبلوماسية على المستوى الدولي. طيب أعود إليك الدكتور درداري، نريد أن ندخل في تفاصيل هذه المكاسب السياسية. ماذا عن قضية الصحراء المغربية؟ ما الذي حققه المغرب حتى الآن خاصة في الثلاث سنوات الأخيرة؟ في الحقيقة الأستاذة جوهرة، قبل الجواب فقط للتذكير في أقل من دقيقة، هو أننا لا نناقش الثوابت وإنما نناقش المتغير في العلاقات الدولية، في العلاقات المغربية الدولية، لأن طرحت في كتابات القرن 19 في الجامعة المغربية أزمة الإصلاح التي كانت تتمثل في أزمة السياسي والعسكري، ولكن اليوم المغرب أصبح قوي اقتصاديا وسياسيا ودبلوماسيا، بحيث أنه أعاد الاعتبار إلى المتغير وأصبح يناقش بحكمة ويناقش بدقة ويترافع، لأن قيل للمغرب بالأمس بأن قضيته عادلة لكن الدبلوماسي فاشل، وهذه المرحلة التي تدل على مغرب الأمس. ولكن اليوم الأدوار الطلائعية للمملكة المغربية بتغليب الحكمة والدقة في الترافع حول القضايا والأدوار المهمة التي قام بها المغرب على المستوى الدولي انطلاقا من الأرصدة التاريخية والمادية والثقافية والسياسية، ودون الخروج طبعا عن الأعراف الدولية أي الدبلوماسية ومبادئ القانون الدولي. فالمغرب وجد نفسه بأنه مضطر لكي يغير مقاربته الدبلوماسية. وبالعودة إلى قضية الصحراء الأستاذة الجليلة، يعني أقول بأن الدبلوماسية الجديدة أي مغرب اليوم أنهى قضية الصحراء كنزاع، وبقي فقط المشاورات وطرق تنزيل الحل السلمي وبدون شروط وبدون عودة إلى الوراء، لأن الحل السلمي ومبادرة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب 2007 يعني كل العالم يعترف بأنه حل هو الأساس المتين والأساس القوي والناجع لحل هذا الخلاف الذي عمر أكثر من 40 سنة. فالمغرب هو باعتباره عضو نشيط في هيئة الأمم المتحدة وتربطه علاقة قوية بالولايات المتحدة الأمريكية وبكثير من الدول، فالقرار الأمريكي القاضي بمغربية الصحراء هو خير دليل على أن الدبلوماسية المغربية انتصرت على المستوى العالمي، بحيث أن المغرب خرج من دائرة الصراع الدولي حول قضية الصحراء ودخل مرحلة إنهاء هذا النزاع بشكل رسمي، وترجيح كفة المغرب بترجيح طرح الحكم الذاتي وتأييد الأمم المتحدة لهذا الطرح، وأن المجتمع الدولي كله الآن يتعاطى بانسيابية وبدبلوماسية راقية مع المقترح المغربي. طبعا المغرب استطاع في السنوات الأخيرة أن يتربع الريادة في عدة مجالات على المستوى العربي على المستوى الإفريقي، وأصبح اليوم أيضا يضاهي ما يسمى مكانة الدول الأوروبية بحيث أنه يتعامل بالندية، وهذه الندية تدل على أن المغرب أصبح اليوم قوي بما يكفي لكي يقول أنا موجود. طبعا المملكة المغربية عريقة في التاريخ وتربطها روابط بدول عالمية، لا سيما عن طريق الرحلات الدبلوماسية وعن طريق البعثات وعن طريق الكتابة الدبلوماسية والأرشيف الدبلوماسي. فالمغرب إذا تصفح أي باحث تاريخه الدبلوماسي
سيجد بأنه من أعرق الدول على الإطلاق في التعامل الدبلوماسي، بحيث دول استقلت ودول أوجدها التاريخ بحضور وبإشهاد مغربي. فالحقل الدولي الدبلوماسي اليوم حافل بالأحداث التي يساهم فيها المغرب، والتي يعني تعترف الدول بمكانة المغرب وبرقيه الدبلوماسي، كما قال ذلك وزير الخارجية الأمريكي لما زار مؤخرا المغرب، فقال بأن الدبلوماسية المغربية دبلوماسية عريقة ويجب للدول أن تتعلم من المملكة المغربية. فهذا الإنجاز الذي يعني تميز وميز العصر العهد الحديث أو العهد الجديد هو بمثابة ثمرة لعمل دؤوب ولعودة إلى مراجعة التاريخ وأدوار المحامي في الترافع حول القضية الوطنية. أستاذ الكريمة، قضية الصحراء بالنسبة للمغرب هي علاقة محدودة الآن في ضرورة النزول أو الجلوس حول طاولة المشاورات سواء مع الأطراف وأيضا مع المهتمين، لأن النشاط المغربي الآن اكتسح كل الدول، وأنه يتميز بنشاط سياسي واقتصادي وإنساني وروحي سواء على مستوى القارة الإفريقية أو على مستوى العالم، ويعطي درسا في الحكمة ودرسا في التريث، لأنه لا يتراجع إلى الوراء ولكنه لا يندفع أكثر من اللازم. فالتعاون والشراكات المغربية الدولية أبانت على أن المغرب فعلا جاد في تعامله ولا ينقض الأوفاق والمعاهدات، وأكثر من 1500 اتفاقية تربطه بالدول الإفريقية، وهناك اتفاقية مع أوروبا واتفاقية مع الدول العربية. إذن اليوم المغرب ينجز وقد أنجز وتفوق وهو موجود في الساحة الدولية، وأنه استطاع أن يقول نحن قادرين على أن نخرج من ما يسمى العالم الثالث إلى العالم، إلى نادي الدول الصاعدة، ممكن أن نتحول بعد سنين إلى دولة يمكن أن نعتمد عليها العالم في الرؤية وفي التوجيه، وأنه حاضر في كل المجالات لا سيما الأمنية ومحاربة الإرهاب وغيرها. طيب دكتور نعوم، ماذا عن تدبير المغرب لملف الصحراء المغربية داخل الأمم المتحدة، كيف تقيمه؟ وكان تسم بمرحلتين أساسيتين، ما قبل العام 2007 وما بعد العام 2007. ما قبل العام 2007 كان هناك مخاض داخل الأمم المتحدة، بدأ مع انطلاق المسلسل السياسي أو مع العملية السياسية التي بدأت مع اتفاق وقف إطلاق النار في العام 1991. هنا المغرب أقبل يعني بكل ثقله وبكل إمكانياته على محاولة الدفع قدما إلى الأمام بالمبادرة التي كان قد اقترحها المغرب في نيروبي في العام 1981، التي تتعلق باستفتاء تأكيدي لمغربية الصحراء، لأنه كان خيار آنذاك يعني منذ 81 أو قبل، منذ 75 إلى 91 كان خيار بوليزاريو، هو الكفاح المسلح والحرب وما إلى ذلك. فبالتالي كان المغرب هو يعني صاحب المبادرة دائما فيما يتعلق بهذا النزاع المفتعل. منذ 81 المغرب تقدم بهذه المبادرة، حظيت بمصداقية لدى الأمم المتحدة، وبدأت في 91 بدأ يعني المسار. المغرب كان جادا فيه، يعني كان جادا في هذا المسار بكل تفاصيله، كما هو جاد الآن في موضوع الحكم الذاتي ومبادرة الحكم الذاتي. لكن كانت مجموعة من المناورات من طرف الخصوم. هنا يعني أقول أنه هناك الثقل وهناك الثبات على المبدأ، هناك الثقل والخبرة الدبلوماسية التاريخية لدى المغرب، وهناك أيضا الثبات على المبدأ والانتباه، لأنه في العادة ما يحدث وهذا حدث في العالم، أنه حينما تنتصر دولة معينة في الحرب خصومها يذهبون إلى مجال السياسة والدبلوماسية ليأخذوا بالسياسة وبالدبلوماسية ما عجزوا عن أخذه في الحروب وفي ساحات المعارك. وهذا حدث مثلا على الأقل في نيكاراغوا مع دانييل أورتيغا حينما ربح الحرب وخسر الانتخابات وتدبير المرحلة السياسية التي تلت الحرب. هذا يحدث، كانت البوليزاريو تريد أن تفعل نفس الشيء مع الجزائر منذ العام 91، وسقط هذا الرهان لأنه كانت الدبلوماسية المغربية متنبهة وبقيت تتابع كل تفاصيل يعني المحاولات والمناورات التي قامت بها البوليزاريو على مستوى إفسادها لآلية شيوخ تحديد الهوية من خلال مجموعة من الأساليب السبيانية التي أمام الأمم المتحدة تأكد أنها جعلت العملية مستحيلة، لأنها كانت تريد استفتاء يكون نتيجته محسومة مسبقا وهي تقسيم المغرب. المغرب يعني يشتغل بالآلية القانونية التي تتيحها القانون الدولي وتتيحها يعني الخبرة العالمية فيما يتعلق بتدبير دبلوماسي لأي ملف، لكن أيضا متمسك بمبدئه، متمسك بالمسائل الأساسية الأرصدة أو الرأسمال الحقيقي المتعلق يعني المبادئ والقيم والوقائع الفعلية التاريخية الممتدة. منذ العام 2004 بدأت الأمم المتحدة تصرف نظرها عن مسألة الاستفتاء. المغرب بدأ يجتهد في اتجاه يعني التقارب أو في اتجاه التقاط المناخ أو المزاج الأممي إلى أين يمضي، من خلال ما كان يقوله المبعوث الأمميون وما كان يقوله مسؤول الأمميون العام 2004. مع العام 2007 المغرب تقدم بالمبادرة التي منذ إذن، منذ أن تقدم المغرب بها في العام 2007، جميع قرارات مجلس الأمن تصفها بالمبادرة ذات المصداقية والجدية، وتصف جهود المغرب بالجدية والمصداقية من أجل حل هذا النزاع المفتعل، ولا تقول نفس الكلام
عن البوليزاريو ولا عن الجزائر دائما. يعني كانت هذا سمو مبادرة الحكم الذاتي كحل عملي وعقلاني ومنطقي. إذا المغرب راهن دائما على هذه المسألة. أكثر من ذلك، المغرب حينما طرح مبادرة الحكم الذاتي على مستوى يعني بنائه الإداري الداخلي اتجه نحو طرح صيغة الجهوية الموسعة، وقال عنها جلالة الملك صراحة أنها ليست مجرد تقسيم أو تقطيع إداري ترابي، وإنما فلسفة في إدارة الدولة وفي الشؤون الترابية للدولة، لأنها هناك توازي وتقابل أو انسجام أو تناغم وتساوق بين ما يتعلق بالمسألة الداخلية وبفلسفة إدارة الدولة وتطوير هياكلها وتجويد الإدارة وما إلى ذلك، وبين الحل الحكم الذاتي المطروح لإنهاء هذا النزاع المفتعل يعني أفق للتفاوض وللحل. الدبلوماسية المغربية كانت دائما رشيقة في هذا الموضوع. على مستوى ثالث، وهذا ما يعكس يعني أهمية يعني كيف تشتغل الدبلوماسية المغربية، العلاقة مع الأطراف يعني مع الدول الأخرى، مع الكيانات، مع المنظمات، مع كل ذلك، كيف تصرف المغرب. دائما كان في هذا المستوى مرنا، يعني يترك الباب أمام الدول لكي تعترف مع اعترافا مباشرا كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية، يعني برسوم مباشر أو بقرار رئاسي مباشر أو ما إلى ذلك، أو أن تعترف بجدية الحكم الذاتي وصوابيته، وهو اعتراف مباشر أيضا بطريقة أو بأخرى بمغربية الصحراء، لأنه الاعتراف بالحكم الذاتي يعني أوتوماتيكيا مبدئيا وضمنيا الاعتراف بمغربية الصحراء، أو أن تعترف دول بطرق أخرى من طرق الاعتراف الدولي الغير يعني المباشر كالاتفاقات التجارية التي تشمل الأقاليم الجنوبية، كما هو النموذج البريطاني مع المغرب. إذا المغرب ترك الباب مواربا أمام الدول كلها لكي يعني تأخذ خيارات تتناسب مع إمكانياتها الداخلية، لأنه هناك لأن فكرة بسيطة، لأنه هناك بعض الدول تجد مشكلة في أن تتخذ نفس الصيغة، وبالتالي كان المغرب مرنا في فتح هذه المروحة الواسعة من الخيارات. لكن مع الخطاب ذكرى 46 للمسيرة الخضراء وضع جلالة الملك معادلة، يعني هي آخر ما يمكن أن نتكلم عنه لحد الآن من مستجدات فيما يتعلق بالأسلوب، حينما وضع أنه من يريد أن يقيم علاقات استراتيجية وتجارية واقتصادية مع المغرب فعليه أن يوضح مواقفه من الوحدة الترابية المغربية. بالتالي كان المغرب دائما مرنا، وكان دائما يعني يفتح امام الدول الخيارات، لكن وصل الان الى مرحله يعني تحصيل المكتسبات بشكل يعني متلاحق، يعني التلاحق والسرعه الان وصلنا الى مستوى من يعني التراكم المتلاحق للمكتسبات بشكل متسارع، وهذا هو الذي اربك خصوم الوحده الترابيه المغربيه، ونلاحظ على ضفتهم انه يجري ما يجري. طيب دكتور عادل الفرج، إلى أي مدى أفلحت الدبلوماسية المغربية في إقناع الدول الصديقة خاصة القريبة بمبادرة الحكم الذاتي؟ ما هي خطتها كذلك في التحرك في الشهور والسنوات المقبلة؟ أول نقطة أستاذة يجب الإشارة إليها أن المكتسبات التي حققها المغرب هي نتيجة لاحترام المواثيق الدولية. جميع سنبدأ من أعلى هيئة تقريبية التي أسند إليها بعد الحرب العالمية الثانية، المحافظة على السلم والأمن الدوليين، انطلاقا من الفصل السابع المنظم لاختصاصات مجلس الأمن. القرارات الأخيرة التي اتخذها مجلس الأمن هي نتيجة عن وضوح وتبصر الدبلوماسية المغربية، سواء من خلال القرار 25-48 الذي يؤكد واقعية المبادرة المغربية بالحكم الذاتي، سواء من خلال كذلك القرار الأخير الذي اتخذه مجلس الأمن بقرار 26-02 يتمن المكتسبات التي حققها المغرب، هذا على مستوى مجلس الأمن. كذلك المغرب عمل على مستوى التكتلات الإقليمية من خلال تنسيق علاقاته مع الاتحاد الإفريقي، مع جامعة الدول العربية، مع دول الخارج، بمعنى أن اعتراف أو إقرار أو مساندة هذه التكتلات هو اعتراف قانوني، أي مبني على مقتضيات المادة 52-53-54 من ميثاق هيئة الأمم المتحدة. هذه النقطة الثانية، أي كذلك تكتلات تعترف بأهمية المبادرة المغربية وواقعيتها واعتبارها حلاً مناسباً لهذا النزاع. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، واعتراف صريح بمجموعة من الدول من خلال فتح قنصلياتها بالمناطق الصحراوية. نقطة رابعة، أن الحكم الذاتي ليس فقط هو تقرير وإرادة سياسية أي كيفية اتخاذ القرار، ولكن المغرب أوضح بشكل واضح أن التزامه بتنمية هذه المناطق اقتصاديا من خلال مجموعة من المشاريع الاستثمارية والبنية التحتية، وكذلك تزكيته للمسار الديمقراطي من خلال إجراء انتخابات سواء تشريعية أو ترابية. هذه النقطة الرابعة.
النقطة الخامسة كذلك، هناك مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي كالموقف الإسباني، الموقف الفرنسي، مؤخرا الموقف الهولندي. إذن القضية الآن فعلا أستاذة، إذن مجموعة من المواقف تؤكد جدية المبادرة المغربية. وكما أشرت إلى ذلك في السابق، أن المغرب استطاع فهم المتغيرات الدولية الآن، التحولات الدولية الحالية. أستاذة سأضيف نقطة جد مهمة، حاليا داخل مجلس الأمن يناقش مثلا كيفية استعمال حق الفيتو، هل من الضرورة إذا استعمله أحد الأطراف هل هو مرغم بتبريده أمام الجمعية العامة؟ بمعنى آخر أن هناك تحولات مؤسساتية، تحولات على المستوى العالم، أي التحالفات الجديدة المغرب استطاع فهمها، حدد استراتيجية استباقية، لكن مع ذلك يجب نوع من الحيطة والحذر. نقطتين أساسيتين، أولا المنظومة الدولية الآن، نحن لا نعلم جيدا هل نحن في الأحادية القطبية أم ثنائية القطبية أم تعددية القطبية. إذن هاجس المستقبلي هو كيفية تتبين هذه المكتسبات، هذه أول نقطة. إذن نحن في سياق التحول العالمي الدولي من خلال ظهور بعض التحالفات الجديدة، ظهور دول قانعة بمواقف سياسية لا تريد التدخل، دول غير قانعة وتبحث عن تغيير مواقف دولية. إذن خلال هذا أي المكتسبات التي تم تحقيقها هي في سياق متغير، إذن يجب أن نفكر في كيفية تتمين والمحافظة على هذه المكتسبات. هذه نقطة أولى. نقطة ثانية وهي خلاصة أساسية، أنه حاليا أصبحنا على اعتبار أن العلاقات الدولية هي تفاعل ما بين الدول، ما بين منظمات إقليمية، ما بين شركات متعددة الجنسيات. إذن هنا مفهوم القوة الذي تم تحقيق به هذه المكاسب يجب أن نعيد إدارته أو تدبيره، بحيث أن المنظومة الدولية الآن لم تعد تعتمد فقط على مفهوم القوة الصلبة، أي ما يسمى بالقوة العسكرية والتطور التكنولوجي، أو القوة الناعمة أي ما يتعلق بالدبلوماسية والمصالح المشتركة. الآن العالم يتحدث عن قوة ذكية. إذن التساؤل الجوهري الذي يجب أن ننتبه إليه هو كيف نحافظ ونتمن على هذه المكتسبات في إطار تنوع التحالفات الدولية، تنوع السياق لا نعرف أين سيقف بالضبط، وكذلك تنوع في استعمال القوة للتأثير في المواقف السياسية دبلوماسيا على المستوى الدولي. طيب دكتور أحمد درداري، قبل أن نصل إلى الحديث عن العلاقة المغربية مع الاتحاد الإفريقي، نريد أن نفتح قوسا للحديث عن علاقاته مع الاتحاد الأوروبي، خاصة وأن هذه العلاقات تشهد بين الفينة والأخرى وتمر عبر مناطق للتوتر. طبيعة الحال أستاذ جوهرة، المغرب له علاقات يعني متنوعة مع أمريكا ومع الاتحاد الأوروبي ومع آسيا ومع الدول العربية والإفريقية. الاتحاد الأوروبي كان ينظر إلى المغرب في مغرب الأمس على أنه يعني متحكم فيه، لا يستحق كل الحقوق دفعة واحدة، لكن اليوم المغرب استطاع أن يفرض ذاته على الاتحاد الأوروبي، بحيث أن المواقف المغربية تجاه قضاياه أصبح يتعامل اليوم بنوع من المساواة والتوازن بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ولم تبقى الوجهة الوحيدة للمغرب هي الاتحاد الأوروبي، بل أن المغرب بحث عن وجهات جديدة، الصين وروسيا وأمريكا وبريطانيا والاتحاد الإفريقي ومجلس التعاون الخليجي، بمعنى أنه نوع من الشركاء حتى أصبح لا يمثل تهديدا، الاتحاد الأوروبي لا يمثل تهديدا للمغرب إن قطع أو إن أوقف اتفاقيات الشراكة معه. فأصبح اليوم المغرب قوة مؤثرة في المستوى الدولي طبعا، وهو مقرر لمصيره بنفسه، فأصبح أمام الاتحاد الأوروبي اليوم لا خيار من غير الانصياع لمصالح المغرب وأن ضرورة مراعاة ما يعانيه المغرب ومعاناه والتعامل مع قضاياه ومع مصالحه بنفس الكيفية التي يتعامل المغرب مع قضايا الاتحاد الأوروبي. فاليوم حينما ننظر إلى بريطانيا فهي أخذت الطاقة من المغرب، وهذا نوع من التحدي الذي يمكن القول على أن السيادة اليوم والدبلوماسية، هناك أنواع من الدبلوماسية جديدة ومعاصرة، دبلوماسية الطاقة، دبلوماسية الغذاء، ودبلوماسية أيضا التواجد في الأمن، الدبلوماسية الأمنية والدبلوماسية استخدام التكنولوجيا إلى غير ذلك. فالمغرب استطاع اليوم أن ينزع من الاتحاد الأوروبي كثير من الاعترافات، ألمانيا، فرنسا، إسبانيا، وكثير من الدول بما فيها بريطانيا أيضا. إذن هناك
تطور في علاقة المغرب بالاتحاد الأوروبي، بل أصبح اليوم شريكا في القرارات التي تتخذها أوروبا. لأن اليوم الاجتماع الموجود في ألمانيا، يعني حضور المغرب دليل على أن كل القرارات فهو يحضر حتى في دهاليز وفي العلب السوداء التي تطبخ فيها القرارات. كيف فهمت هذا الحضور دكتور درداري، خاصة وأنه ارتاء عدم المشاركة في التصويت داخل جمعية الأمم المتحدة؟ البارحة حتى مشاركته في ألمانيا أثرت الكثير من التساؤلات، كيف تفهم هذه المشاركة دكتور درداري؟ طبعا الأستاذة جوهرة، هناك فرق كبير بين موقف المغرب من ما عرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتصويت على إدانة روسيا، وهذا لا يفهم إلا من سياق مفاهيم القانون الدولي، بحيث أن حينما نقول مثلا التصويت نقول بأن المغرب لديه مفاهيم دقيقة يراعيها في التعامل الدولي، مثلا السيادة، كل ما يرتبط بالسيادة فإن المغرب لا يقترب منه، لأن سيادة الدولة أوكرانيا لا يمكن للمغرب أن يضع يده في المساس بأي سيادة، وبالتالي من حقه أن ينسحب، وبالتالي أن لا يصوت على موضوع يمكن أن يشكل إحراجا لسيادة دولة معينة. بينما ما يطرح بين تعاون، حتى وإن طرحت الآن روسيا مسارا معينا لحل الأزمة، فممكن إذا عرض على المغرب المشاركة فسيشارك، لأن كل ما يهم البشرية من سلام ومن أمن ومن حسن تدبير للقضايا الدولية المغرب متواجد. لكن إذن هذا الموقف غير قابل للتأويل. نعم أستاذة، إذن موقف المغرب في الأمم المتحدة غير قابل للتأويل، وأن المكاسب التي يعني يحققها المغرب لا تضر الدول بل تنفع الدول أكثر. ونعود إلى الشراكة المغربية الأوروبية مثلا، أو ننظر إلى أوروبا كيف أدركت التغيير الذي طرأ على قدرات المغرب، ونحن اليوم أمام توازنات دولية جديدة وأمام تحول عالمي قد يعني يعطي ثنائية قطبية جديدة أو حرب إيديولوجية أو حرب باردة جديدة أو قد يعطي تنوع في الأقطاب. فاليوم الأستاذة الكريمة، المغرب له علاقة قائمة على الثقة وقائمة على الرياسة والرزانة والحكمة، فالاتحاد الأوروبي يعرف جيدا أن المغرب تغير موقعه وتغيرت قدراته، وأصبح اليوم قادر على أن يضاهي ويناقش ويبرهن عن ما يريده أمام الدول الكبرى. طيب ماذا عن علاقته الدكتور نعوم مع الولايات المتحدة الأمريكية؟ شهدنا توقيعا لاتفاق ثلاثي، ثم شهدنا تقاربا كبيرا بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب، أي أثر للدبلوماسية المغربية في هذه المكاسب كذلك؟ والمغرب علاقته مع الولايات المتحدة الأمريكية ماضية في نفس المنحة بنفس الزخم، وليس منذ يعني الاتفاق أو مع الولايات المتحدة الأمريكية أو الموقف الأمريكي نهاية العام 2020، هو موقف قديم أو علاقة قديمة بين المغرب. لكن على المستوى يعني موقف الولايات المتحدة الأمريكية من الحكم الذاتي كحل لهذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، على الأقل عند الأمريكيين بدأ يتبلور منذ نهاية مرحلة الرئيس الأمريكي بيل كلينتون، وعلى يعني عهد وزير الخزانة الأمريكي آنذاك ستيوارت أيزنستاد. ومنذ إذن الأمريكيون على مستوى النخب وعلى مستوى صناع القرار يطرحون هذا النقاش بهذه الصيغة. وفي العام 2009 كانت هناك لجنة يعني بين الحزبين ترأسها ستيوارت أيزنستاد، وخرجت بتقرير مفاده أن شراكة الولايات المتحدة الأمريكية مع القارة الإفريقية تقتضي المرور إلزاما بحل وتسوية كل المشاكل الموجودة في شمال القارة الإفريقية، وضمنا هذا النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء. إذن الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لعلاقة المغرب معها تفهم جيدا موقع المغرب وأسلوب يعني الدبلوماسية المغربية وطريقة تفاعلها مع الأحداث. مثلا أنا أحيل على أنه قبل أسابيع قليلة كان هناك تقرير هام جدا صدر عن المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية التابع للبنتاغون، والذي هو من المراكز التفكير المهمة في الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالمسألة الإفريقية، علق على الموقف المغربي من مسألة أوكرانيا، وكيف أنه المغرب كان يعني محايدا أو كان يعني بعيدا عن الدخول في هذه الاصطفافات التي فرضتها هذه الحرب الأوكرانية، إما مع الروس أو مع الناتو مع الغرب. قال المركز أنه المغرب والسنغال ومجموعة من الدول في القارة الإفريقية وفية لخطها يعني تقاليدها في عدم الانحياز، وأيضا وفية لمبادئها في السياسة الخارجية. يعني المغرب لم يقل أكثر من هذا حينما قال أنه مع الوحدة الترابية لكل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة،
كما يدافع عن وحدته الترابية فيدافع عن الوحدة الترابية لأي دولة عضو في الأمم المتحدة، وأيضا مع الحل السلمي للنزاعات المسلحة أو حظر اللجوء إلى القوة في العلاقات الدولية كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة. هذه المسألة أعتقد أنه المغرب قادر على أن حتى من خلال تواجده الآن في هذا المنصة في ألمانيا المتعلقة بالدول التي تدرس إمكانية التدخل العسكري فيما يتعلق الدعم العسكري لأوكرانيا، المغرب تواجده هنا هناك تجربة يمكن أن نقرأ منها كيف يتصرف المغرب في مثل هذه المرحلة. المغرب حينما يدخل إلى أي تكتل أو إلى أي حلف ويدخل أيضا بمبادئه، ولاحظنا مثلا أنه كيف المغرب ذهب مثلا إلى العمليات العسكرية في اليمن، لكن حتى اليمني ولا يوجد يمني واحد يمكنه أن ينتقد الدور المغربي هناك. المغرب دائما يلتزم بالقانون الدولي في حالات الحرب والسلم، في حالات التكتل، في حالات العلاقات الثنائية يلتزم بالقانون الدولي ويلتزم بمجموعة من المبادئ التي تجعله يكسب الاحترام من الخصوم قبل الأصدقاء. فبالتالي وجود المغرب في هذه المسألة هو لا يتناقض مطلقا مع المبادئ التي أعلنها، وأنا لا أستبعد ليست لدي معطيات الحقيقة، لكن لا أستبعد أن المغرب وجوده في ألمانيا سيكون من باب التذكير بهذه الأمور بأنه الوحدة الترابية لأوكرانيا يجب أن تحترم لكي يبقى قانون دولي قائم وكي تبقى العلاقة الدولية على أساس هذا التعاقد الدولي قائما وذا جدوى، وأيضا سيذكر وسيشتغل على أنه الأولوية لتوسيع هوامش الدبلوماسية والتفاوض توازيا مع الحرب، لأنه في الحقيقة الحرب حتحدث، قد تحدث الحرب حينما يقع انسداد في عالم السياسة والدبلوماسية، لكن أيضا الحرب لا تقفل كل الأبواب. أعتقد أن دور المغرب هو عامل توازن واعتدال دائما في كل أحلاف وتكتلات. الأمريكيون يستوعبون هذا الدور وهذا الثقل للمغرب لا مساء لا سواء في محيطه وفي مجاله الحيوي الإقليمي ولا في المنصات وفي المجالات وفي الأماكن الأخرى أو المساحة الأخرى التي يكون فيها شريكة. طيب دكتور عادل، المغرب كذلك قام بالعديد من أدوار الوساطة، كيف تنظر إلى هذا الدور وأي الملفات حقق فيها اختراقا كبيرا؟ ربما نبدأ من القضية الليبية. أولا، مفهوم الوساطة هو منظم بمقتضى ميثاق هيئة الأمم المتحدة. أظن أنه في أحد تصريحات السيد وزير الخارجية سيد بوريطة قال نحن نتدخل في هذه القضايا بناء على طلب الأطراف، أي بمعنى آخر أنه حينما تدخل وزارة الشؤون الخارجية في نزاعات أو في بعض اختلاف الرؤية ما بين دول معينة فهي تتدخل دائما باعتبار علاقات الصداقة، علاقات المصالح المشتركة، علاقات ثنائية ضاربة في التاريخ. استبعاد كما قلت سيدتي، استبعاد دور المغرب لإيجاد حل للقضية الليبية، للحد الآن لم تستطع الليبيا الخروج بحل متفاوض متفق عليه. لحد الآن ليبيا هناك مناطق متفرقة تقاد من طرف بعض الميليشيات، هناك تدخل قوى أجنبية في القضية، في حين أنه حينما كانت سيرورة تدخل المغرب في القضية الليبية حاول أن يجمع الرؤى، والدليل على ذلك بمجرد استمرار المفاوضات ما بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، هناك كان هناك وقف إطلاق النار، كانت هناك مؤسسات تقوم بدور تشريعي، هناك كان هناك مسار للإعداد الانتخابي وكذلك إعداد النص الدستوري. بعدما تم استبعاد ألمانيا للمغرب خلال المفاوضات، لاحظنا كيف أصبح الملف الليبي، والدليل على ذلك لحد الآن أنهم لم يستطيعوا الخروج بحل متوافق عليه. هذا فيما يتعلق بليبيا. ليبيا ألمانيا لم تستبعد المغرب، لم تدعوه فقط إلى اجتماع عقدته عندها لكي نكون دقيقين أكثر. في المجال الدبلوماسي هو استبعاد، لا تستطيع أن تستبعده لأن تدخلها في القضية تعرف أنه ليس بالكبير، ليس بقوة، لا تستطيع أن تستبعد بما أنه نظم الكثير من اللقاءات في الرباط وفي طنجة، إذن ربما هو الذي استبعدها. دبلوماسيا كان من الأفضل دعوتها أن تكون هناك دعوة صريحة، أن يكون هناك تعاون لحل الملف. لذلك هي لم تدعو فقط، لا تستطيع استبعاد، ليست الآمرة الناهية في القضية. طيب لنستمر، تفضل. فعلا فعلا، إذا حاولنا البحث وراء هذا
كما قلت اختاري المصطلح الذي تريدين فيما يتعلق بموقف ألمانيا. هناك مصالح اقتصادية غير معلنة، هذا فيما يتعلق بالأزمة الليبية. حينما نتحدث عن المغرب، المغرب على المستوى الإفريقي، المستوى الإفريقي المغرب أكد تضامنه مع مجموعة من الدول الإفريقية خلال جائحة كورونا. المغرب يتعاون بشكل اقتصادي متكافئ مع جميع الدول. المغرب يحل أو يحاول إيقاف بعض القضايا، هذه القضايا التي يمكن أن تؤثر على منظومة الاتحاد الأوروبي، كمواجهته مثلا لملف التطرف، للتطرف الديني، لملف الإرهاب، لملف التهريب، لمتاجرة في الأعضاء، لمجموعة من الظواهر الأمنية التي أصبحت تشكل تحديا. إذن المغرب موجود أمنيا، موجود اقتصاديا، وموجود كذلك بشكل تحت راية ميثاق هيئة الأمم المتحدة في إرساء الأمن والاستقرار ببعض الدول الإفريقية. المغرب يعمل تحت مظلة هيئة الأمم المتحدة، بمعنى آخر يحترم المواثيق والقواعد الدولية المجمع عليها من طرف المنظومة الدولية. طيب أعود إليك الدكتور درداري. الدكتور عادل فرج بدأ بالحديث عن الاتحاد الإفريقي، كيف تقيم تواجده داخل هذا البيت الإفريقي، الإطار المؤسساتي، كذلك وجوده اليوم في منصبين مهمين داخل الاتحاد الإفريقي، ورؤيته كذلك لإصلاح البيت الداخلي وفق ورقة بول كاغامي، ومقاربته كذلك في حل النزاع؟ الأستاذة جوهرة، منذ عودة المغرب إلى الاتحاد الأوروبي، إلى الاتحاد الإفريقي عفوا 2017، يعني تبين للدول الإفريقية على أن المغرب فعلا كان عضوا مهما بالنسبة للقارة الإفريقية، وأن فقدان الكرسي المغربي أو ربما التحفظ المملكة المغربية على التواجد في هذه الهيئة نظرا لهناك لإدارة صراع حول القضية الوطنية، بمعنى أن المغرب استطاع منذ عودته إلى اليوم أن يبذل قصارى جهده لكي يتربع على كرسي الريادة في عدة مجالات على المستوى القارة الإفريقية، بل أصبح اليوم هو النموذج الإفريقي الذي يمكن أن تحتذي به الدول الإفريقية في عمليات بناء المشاريع التنموية، وأيضا الخروج من الأزمة، أزمة التنمية وأزمة التواصل وأزمة النزاعات. فالمغرب لديه من القدرات يعني ما جعلته يحضر في القارة الإفريقية ويغير منح العمل الإفريقي، وأضف نوع من الحركية والدينامية على المشاريع الإفريقية وعلى الوحدة الإفريقية. فالمغرب انطلاقا من الدبلوماسية التي تعتمد على الحرية والاستقلال كمبدأين للترافع عن كل القضايا الوطنية وعن المصالح العليا للوطن، أعاد يعني مراجعة مفهوم الحرية ومفهوم الاستقلال، وانتقل إلى يعني نقاش مواضيع أكثر تطورا، لأنه لا يمكن أن نبقى حبيس نقاش الثوابت. فلا فرق بين الحرية في فهم الأمريكية، الفهم الأمريكي، وبين الاستقلال بالفهم الأمريكي، وما يمكن أن نقدمه كدليل أو كاستدلال على الحرية والاستقلال عندنا. اليوم المغرب على مستوى القارة الإفريقية قدم الكثير، واستطاع اليوم أن ينشط في جميع المجالات على مستوى القارة، بحيث أن الدول الإفريقية تحتاج اليوم إلى الأخذ بالتجربة المغربية، سواء في مشاريع المبادرات يعني المبادرات المختلفة، أو في مجال ما يسمى التنمية البشرية. كما أن المغرب حاضر على المستوى المالي وعلى المستوى الاقتصادي وعلى المستوى التجاري وعلى المستوى الخدماتي، والمغرب حاضر في توجيه القارة نحو تكتلات اقتصادية ونحو بناء اقتصاديات قوية. فالدول الغرب إفريقية مثلا هي دول أصبحت قوية، وأصبح اليوم مشاريع ذات قيمة كبرى ستخفف الأعباء عن الدول الإفريقية التي كانت دائما تتمنى الهجرة، وبها أزمات وبها أمراض وبها كثير من الآفات ومن المشاكل. فالمؤتمر مثلا الذي تعقده الهيئات الإفريقية يبين على أن المغرب له مكانة، وأنه يتقدم هذه الدول ويقدم استشارة في كثير من المجالات الأمنية والاقتصادية وغيرها. أستاذ جوهر، طيب دكتور نعوم، إذا تفضلت في أقل من ثلاث دقائق، ماذا عن الدبلوماسية الموازية؟ ما الذي حققته حتى الآن؟ ونشاط دؤوب في الدبلوماسية الموازية يبدأ بالبرلمان، بالفاعلين، بالمجتمع المدني. هناك تدفق هائل للدبلوماسية الموازية، أعتقد أنه له دور كبير جدا، ويتقاطع حتى مع الدبلوماسية الرسمية أو المؤسساتية، خصوصا فيما يتعلق أنه هناك دور
هام جدا للجالية المغربية المقيمة في الخارج، مثلا من خلال نشاطات المغاربة في الجمعيات المجتمع المدني وفي المؤسسات الإعلامية وغيرها، مجموعة من يعني المكاسبات التي حصلت حتى على مستوى تغيير وجهات نظر دول، يعني ساهمت فيها الدبلوماسية الموازية أحيانا من خلال إحداث تقارب وإحداث فجوات أو فتح قوة يعني في تصورات وفي مواقف بعض الجهات. وبالتالي الدبلوماسية الموازية المغربية تزايدت، وأعتقد أنه في السنوات الأخيرة أصبح حتى القدر كبير من التواصل بين الدبلوماسية يعني الرسمية في شكل يعني في شخص وزارة الخارجية المغربية مع يعني الفاعلين الغير الحكوميين، خلال أنه هناك مرسوم في العام 2010 قد هيكل وزارة الخارجية هيكلة جديدة خصص المديرية كاملة هي مديرية الدبلوماسية العامة والفاعلين الغير الحكوميين، تتواصل بشكل دائم يعني مع الإعلام، تتواصل مع المجتمع المدني، مع الفاعلين الغير الحكوميين، مع يعني على جميع المستويات، توفر المعلومة، تنشر البلاغات بشكل يعني مواظب يكاد يكون يومي. هناك يعني زخم كبير ساهم فيه المغرب من ناحية المؤسساتية. أيضا أصبحت يعني وسائل التواصل الاجتماعي وحتى هذه الفورة في المعلومات تتيح الكثير من الأدوار للدبلوماسيين للفاعلين يعني الغير الحكوميين والدبلوماسية الموازية. طيب أختم معك دكتور عادل فرج، ما هي الملفات العاجلة المطروحة اليوم على أو الموجودة اليوم على طاولة الدبلوماسية المغربية في دقيقتين؟ أرجوك، انتهى وقت البرنامج تقريبا. الحقيقة أنه الدبلوماسية المغربية لا يمكن الجزم بوجود ملف واحد دبلوماسي يجب البحث فيه، هناك عدة ملفات، هناك عدة تحديات. التحديات المعروفة حاليا هي تحديات أمنية، تحديات اقتصادية، تحديات سياسية. الملفات الموجودة الآن هي ملفات قابلة لأن تناقش بشكل محوري بالموازاة مع عدة ملفات، مثلا القضية مثلا وقف إطلاق النار بمبادرة فردية من طرف ميليشيات البوليزاريو، هو خرق لمقتضيات الاتفاقيات التي وقع المغرب، هو خرق لمقتضيات الفصل السابع. هناك كذلك تحديات اقتصادية تشمل الأمن، الصحة، الغذاء. هناك تحديات أخرى الآن أصبحت تظهر في الأفق، تحديات تتعلق بالمناخ، تحديات تتعلق بالتنمية المستدامة. إذن هناك تنوع في الملفات، وأظن أن التجربة التي ركنتها الدبلوماسية المغربية من خلال تأكيد على ثلاث نقاط، هو أولا المكتسبات التي حققتها الدبلوماسية المغربية يجب أن نحافظ عليها على المستوى الداخلي من خلال ثلاث نقاط. أولا ترسيخ والتأكيد على العمل المؤسساتي داخل المغرب حتى يكون واحد النوع من التجانس ما بين العمل داخليا وعلى مستوى السياسة الخارجية. هناك كذلك تأكيد على وعي الفاعلين السياسيين بالتغيرات والتحولات الدولية التي أصبحنا نشهدها الآن، وهناك كذلك دور المجتمع المدني في الرقي، في التوعية، في التعريف بضرورة الوحدة، بضرورة خدمة القضية الوطنية للمغرب وهي استكمال وحدته الترابية. الدكتور عادل فرج، شكرا جزيلا لك على كل ما تفضلت به. شكر موصول كذلك للدكتور عبد الفتاح نعوم وللدكتور أحمد الدرداري. كنت سعيدة جدا باستضافتكم، شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، نلقاكم بخير.